أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، كل اللي بتابعونا عبر شاشة قناة البلد، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة ونحن طيبين بكم. أكيد ونحن نحتفي اليوم بمرور عام على إنشاء قناة البلد، بالتأكيد بنحتفي مع مجموعة وكوكبة من الإعلاميين والدراميين والفنانين اللي زينوا شاشة قناة البلد في شمعة الأولى. بالتأكيد سعيدين جدا في المساحة دي أن يكون معنا دكتور الطيب قسم السيد الخبير والإعلام. مساء الخير عليك حبايبك عشرة، وألف مرحبا بكم وكل سنة وانتم طيبين. مرحبا بك ومتفوقين كمان. الله يديك العافية. امتد الترحاب أيضا في مجال الدراما بالدكتور صالح عبد القادر. مرحبا بك. مرحبا بكم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله مزيد من التقدم والإشراقات والازدهار، وقناة البلد هي لكل البلد. شكرا جزيلا للاستضافة. أنا سعيدين بكم جدا في إطلالتكم اليوم عبر شاشة قناة البلد. دكتور الطيب قسم السيد مرحبا بك مرة ثانية. وبداية كده في حديثنا كلمنا عن الإعلام الحالي من إذاعة وتلفزيون ودور الحاجة دي في إنها تطلع إعلاميين بصورة كويسة، وهل حاليا في ظل التطور الحاصل للحاجة دي قادرين نضيف للإعلام أو للإعلاميين المقبلين على مجال الإعلام عموما؟ قبل كده خليني والله أنا يعني أشيد بالفكرة اللي ممكن تندرج في خانة الحيل الإذاعية الخلاقة. يعني الجماعة اللي قبلنا يتكلموا ديل يتكلموا عن حال البلد والظروف اللي بتعانيها بلدنا والمعاناة السائدة اللي يعني حجمت الكثير جدا من المبادرات الثقافية الإعلامية الاقتصادية الاجتماعية وغيره. لكن شكل هذه الاحتفالية أنا بعتبر أنه فيه ذكاء وفيه حصافة. يعني إذا كان الظروف لا تسمح بأن يكون هناك احتفال جماهيري في مثل هذه المناسبات، فإن هذه القناة قناة البلد حينما تعمد إلى هذا الشكل الإعلامي أو الشكل الإذاعي المرئي في يعني تكسير كل الخطوط اللي ممكن تنطلق منها أهداف هذه الإذاعة وتقيم مسيرتها في خلال هذه السنة، بفتكر ده شكل فيه مبادرة، فيه خلق، فيه إبداع. بهنيكم عليهم. أما فيما يتعلق بسؤالك إنه شنو المطلوب من إعلامنا في ظروف معروفة بعيش البلد وأهل البلد وغناة البلد برضو اللي عايزينها تصل كل البلد، عشان تدهش الآخر بثقافة البلد وبمكنونات هذه البلد المتنوعة المتعددة في مناخاتها وفي بيئاتها المتنوعة والمتجددة في ثقافاتها. فبفتكر إنه يعني لابد من أن يتجه الناس بالوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتلمس قضايا الناس وإتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر ونقل المعاناة من حيث مواقعها وعرضها بالشفافية المطلوبة على جهات الاختصاص والاستعانة بصانعي القرار أكثر من متخذي القرار. يعني صانع القرار ده من هو؟ مزول العالم الخبير الدارس المختص في المشكلة المعينة أو القضية المعينة، ده يعني بيجهز القرار وبيدرسه بيخطه في مرحلة اتخاذ القرار اللي بيجي الزول اللي بعده اللي هو متخذ القرار يتخذه لما ينفع البلاد والعباد. فإذا عملنا ده وخرطنا البرامجية الدورية الراتبة والخاصة يعني ركزت على هذا المفهوم، نستطيع أن نقدم ما ينفع الناس ويسهم في يعني على الأقل تجاوز هذه الأزمة التي تعيشها بلادنا. نعم جميل جدا. طيب يعني دكتور صالح عبد القادر، البعض يتحدث عن انه الدراما السودانيه حاليا في مرحله تعافي بدليل الانتاجات الضخمه في مجال الدراما يعني على كافه الاصعده، يعني وخاصه في مواسم رمضان بنشاهد كثير من الاعمال المقدمه. يعني انت رايك في حال الدراما بصوره عامه، هل الاعمال يعني ترقى لانها تكون اعمال دراميه تشاهد وتقدم في رمضان؟ نتكلم بصوره عامه عن حال الدراما السودانية. لا يا أخي، أول حال الكلام الناس اللي قالوا إنه الآن الدراما تعيش في حالة تعافي ده كلام ما صحيح. يعني
نعم نعم انه هالدراما انعكاس لهذا الواقع الحياتي السوداني المتشابك سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يعني. نعم الان الدراما تعيش في اسوء حالاتها. نعم. ما في انا ما اعرف الراي ده جاي من وين ولا المعايير بتاعت القياس بتاعته جات من وين يعني. يمكن الانتاجات الضخمه ما في انتاجات الان. نعم. الدراما على حسب علمنا وعلى حسب متابعتنا ونحن متابعين وقاعدين في ال نعم. يعني في بنقول شنو يعني في القنوات نعم. لا القنوات الفضائيه كلها والاذاعات قاعدين متابعين ما في انتاج بتاع دراما. بالعكس احنا الان ماشيين في انحدار وفي حضيض يعني. الان ما يبث عبر الوسائط بسموها الشغل بتاع اليوتيوب الشغل بتاع النت ده شغل بتاع اجتهادات فرديه وهم مشكورين عليه وده شغل خاص. لكن نتكلم عن مفهوم بتاع دراما معناه ده في القنوات الفضائيه الكبيره وفي القنوات الرسميه وفي الخارطه البرامجيه زي ما ذكر السيد الدكتور. نعم. الان في الخارطه البرامجيه في كل القنوات ما في مساحه للدراما ونسبتها كم ذاتها ولا حتى في الموازنات بتاع الميزانيه بتاعتها حتى على مستوى التلفزيون القومي ولا الاذاعه يعني ما احنا زمان كان المساله شكلها مختلف. نحن نأمل انه ينصلح الحال لانه هو المساله زي ما قلت لك هي انعكاس لكل ما هو يجري الان في السودان يعني. والواقع اي انسان في السودان عارف انه الان الحاله بتاع التردي اقتصادي حاله بتاع التردي سياسي يعني في مراهقه سياسيه في طفوله سياسيه هي اللي ودتنا للدرك الاسفل ده. السياسيين هم سبب الازمه في البلد دي يعني معاه كمان انقلاب معاه يعني ده كلام كبير وكلام احنا ما قدر نعمل العيد بتاع قناة البلد ده نحوله ذاته لدراما. لكن كمان احنا بنقدر نسكت ونقول الحقائق يعني لانه يعني الدراما هي بتعبر عن انسان السودان وعن واقعه وعن مشاكله وعن قضاياه وهمومه واحلامه وكده يعني. نعم. الان ما في انتاج بتاع دراما اللي بيتم الان ده على مستوى فردي واجتهادات في مسلسلات تابعناها في قنوات فضائيه زي شنو كده مثلا زي شنو مثلا زي سكه الضياع مثلا. سكه الضياع ده انتاج خاص جدا جدا. نعم. ولانه هو اساسا مجهود خاص. نعم. بتاع افراد وشباب هم مهتمين بانه يقدموا نفسهم ويقدموا دراما قدموا الدراما في ظل غياب الدراما في الخارطه البرامج. نتكلم عن شغل مؤسسي يعني تلفزيون او قناه او اي منصه هي عندها اهداف عندها رساله. طيب انتوا دوركم شنو كدراميين انه يعني تخلقوا المساحات دي من خلال يعني تقدموا مقترحاتكم للجهات المسؤوله رغم الـ يعني المناحات السياسيين الافسدوا الحس السياسيه دي والحياه السودانيه. نعم. يبعدوا من المشهد الثقافي لانه ما هم مثقفين يعني ما في سياسي الان جه في السودان هو مثقف هو حتى الناس اللي جو في كل حتى في ظل الديمقراطيه. نعم. الاولى والثانيه ما كان في اهتمام بالثقافه لانهم ما مثقفين وما بينتبهوا للفن بيجيبوها ككرنفال كواجهه ككده. نحن مشكلتنا ازمه بتاعت وعي. نعم. وعي عند زي ما قال الدكتور متخذي القرار وصانعي القرار. نعم. نحن كفنانين علينا نشتغل نجهز مادتنا الدراميه نجهز افكارنا رؤانا احلامنا. الان الدراميين القاعدين بيهاجروا خارج السودان وشغالين برا في مصر في الوطن العربي في السعوديه ومحتفلين بيهم الناس وكده يعني. المشكله هي ازمه وعي وتخطيط بتاع ان احنا دارين شنو من الدراما ذاته. والسؤال نحن الدراما دارين منها شنو يعني ما عشان يكون دراما هي ذاتها الرسائل يعني بس عشان ما هنا يعني هسه مثلا تركيا بتنتج دراما كم في السنه نسبتها في القنوات بتاعتها وتسويقها كم يعني مثلا كبيرة. امريكا بتنتج وليه امريكا بتنتج وكل الدول بتنتج دراما ليه ده السؤال ذاته. نعم. يعني مركزي للصانع القرار ومتخذي القرار وللسياسيين والمفكرين يعني ليه بنتج دراما. نحن تركيا دي ما هي كانت محتله السودان وكانت هي الخازوق وكان سوءات الاحتلال التركي كله في السودان. نعم. زحت بحاجه مهند ونور مسحت لنا الغباش بتاعت الاستعمار التركي ده كله بقينا نحن نشوف تركيا دي كانها هي الجنه وهن الملاذ وكده. شوف التاثير بتاع الدراما ده شكله خطير كيف في حين هم كانوا مستعمرين وكان في عذابات وفي سجون وكان في صوره سلبيه في جانب. ايوه السودان. نعم. السودان كان محتل يعني. نعم. ومستعمر
وكثير من العذابات والخازوق بنحس من باقه ثقافه من الحكم الاستعماري التركي. نعم. يعني نعم. وقاعده لحد هسه في الذاكره بتاعت السودانيين يعني الناس. نعم. البيجرو والمثقفين والناس اللي حضروا الزمن داك والما حضروا الزمن داك اتوارثت. نعم. انا بتكلم عن انه يا اخي انت الدراما دي ما هي التمثيل والشغل الخفيف، الدراما دي ما عندها هي ذات رساله يعني. نعم. وعندها اهداف وعندها كده. طيب نحن لما نجي نعمل دراما في خارطه برامجيه اذا بتتنوع بين السلسله وبين المسلسل وبين الفيلم وبين التمثيليه وبين اللغات وبين احنا ما عندنا احنا هسه الان صناعه انه ذاته تجيبوا ضيف ممثل ولا مخرج يتكلم معاكم انتوا ذاته ده ما عندكم كثير يعني. يعني هسه القنوات تكون اغلبها كلها ذات شغاله هنا. نحن دي الفنانين وزملائنا واصحابنا ونحن قرينا ما هي دي المشكله ذاتها اللي احنا بنتكلم عنهم دي فرضوا نفسهم نحن منتجين لا ما فرضوا نفسهم لا فرضوا نفسهم انتوا كدراميين غايبين انتوا الخارطه الدراميه بتاعتك اسي الان وريني الخارطه الدراميه بتاعت القناه بتاعتك النسبه بتاعت الدراما فيها كم انت انت برا قلت ما في انتاج درامي طيب انت كيف حيكون في الخارطه لكن بينتج الفنان والبنتج انا لو سمحت لي خلوني اساعد الدكتور شويه صديق ومن حقه حقيقه نفسه يقوم بهذا المستوى. نحن حقه برضو ما انا جبتنا عشان اتكلم على الاذاعه المرئيه والمسموعه. نحن حقه نعزز دور المجتمع يعني في صنع وانتاج هذه الدراما. هذه الحكومات مشاكلها كثيره والسودان ده قضيته السياسيه والاقتصاديه يا دكتور. نحن لو يعني لو بيجينا نتكلم عن السياسه اكيد المشكلات كلها الواقع فيها المجتمع دي حاليا مشكلات السياسه فنحن ما دايرين ناخذ مسار واحد والسياسه يعني لا تنفصل عن الاقتصاد ولا على الشغل الاجتماعي ولا غيره لكن كمان خلونا نحن نوجه رساله لمجتمعنا ده ما في عندنا يعني قطاعات بتمتلك القدره على المشاركه على الانتاج يعني زي نصمم لنا شغل كده نستهدف به الرأسمالية الوطنية ليه ما تخش في الحتة دي يعني ليه لك الحكومة اللي لسه دي ما قادرت تلم أمورها دي اللي هي جانب وندعو لها ربنا يوحد كلمتها ويوحد صفها وطريحة البلد دي لكن دكتور معلش زمان في يعني شركات زي السعد زي انهار وكان في أفراد منتجين واسي يعني نحن نشكرهم اسي في افراد ذات منتجين زي زميلنا الكندي يعني زي المجتهدين اللي بينتجوا افلام بقروشهم الخاصه لاحظ الكلام ده كويس ويجيبوها للتلفزيون التلفزيون يقول لهم امشي جيبوا رعايه يجيبوا الرعايه يقوم التلفزيون يشيل لنا بيرسنت 20 10% يعني ديل بيمول التلفزيون لاحظ الصوره مقلوبه عشان كده الفنانين في السودان يعني مش امرهم نحن ما نحن شغالين اسي نحن شغالين مسلسل اسمه زاندا ومعانا طبعا ونحن معاون الفنان احمد الجيجر برضه انتاج خاص يعني من اصحابه بيجاي وشغالين يعني لانه ده شغلنا ده شغفنا دي مهنتنا يعني ده الدراسه اللي درسناها وهنا شغالين ما في منتج يعني مش ما في منتج لما نيجي للبسحه يقول له برضه جيب رعايه وجيب تمويل وجيب الرعايه وجيب الاعلانات وبرضه القناه تشيل النسبه من الرعايه دي حقتها ويعني نحن كانه شغالين نحن لانه شغالين بس بنحافظ على انه يكون في ثقافه في دراما في السودان يعني لو ما كده كان زمان هاجرنا ودي قضيتنا يعني افراد انا بعرفهم بالاسم انا بتكلم عن نفسي نحن قاعدين على نثبت انه يكون في فن درامي في السودان ودي نقطه يعني دي النقطه اللي احنا حابين نثبتها يا دكتور انه دائما المساحات موجوده يعني برضه انا عايز اقول للدكتور ايوه صح احنا معاك ده ذاته نمرق به نحن كناس قيمين على امر الاذاعه المرئيه والمسموعه اللي هي تعتبر منصات اساسيه لعكس هذه الدراما نمرق به يعني نطلعه نتحاور حوله طالما السياسيين بيتحاوروا في قضايا اخرى خلونا نتحاور في قضايانا الفنيه أيوة. كيف نحن نعالجها؟ كيف نطرح الحلول؟ عندنا برضه صناع قرار ما موجودين في المحيط اللي حولنا كان العربي والافريقي وعندنا كذلك يمكن ان يكون عندنا متخذي قرار راشدين يمكن ان يطلعوا بهذه الاشكاليه الى بر الامان وتعود الدراما السودانيه كما كانت في الماضي يعني في الاذاعه السودانيه دي النقطه اللي انا حابه كده في الاذاعه السودانيه كانت تقدم مسلسلات يتحلق الناس حول الراديو عشان يسمعوها والتلفزيون السوداني كذلك قدم اعمال كثيره جدا في السبعينات والثمانينات يعني احنا شعب مبدع شعب مرهف كيف نحن كأجهزة إعلامية أو أنا أركز على المرئية والمسموعة نحاول يعني الهم الشايل الدكتور ده وآخرين
نطلع به لبر الامان بحيث انه نطلع مبادرات. ما هذه المبادرات مالية الواطة في السياسة، خلونا نبادر في الثقافة والفنون والإبداع. حقيقي هو السياسيين نتكلم عنه مو في نفسهم ما متفقين، فبالتالي إحنا ما دايرين نعم. إحنا متفقين. إحنا ما دايرين نتكلم عن الموضوع ده لأنه دماغ قضية. أنا ألخص لك. ويعني الدكتور قام نقاط مهمة جدا. ألخص لك يا أستاذ. ألخص لك يا أستاذ عشان جلستنا تكون مجانية. نعم. نحن الكلام اللي بقول فيه ده أساسا ده كلام دولة. نعم. أساس الآن ما في دولة. نعم. مش حكومة، ده كلام دولة، ده تخطيط بتاع دولة. نعم. فرق بين دولة وبين حكومة. صحيح. يعني عشان يكون في فنون وتأدي رسالتها ويكون في فنانين قادرين يعيشوا بشكل كريم، أسي نحن الفنانين الموسيقيين. نعم. والإعلاميين المذيعين أسي في ناس بيموتوا من الجوع. صحيح. الأستاذ جاي بدلة وكرافتة الدكتور وقاعد في الإذاعة وعارف ونحن. نعم. معاصرين معاه وجالسين معاه وكان حاضر زمن صلاح الدين الفاضل برفق الله يديه العافية، كان المساحة على الدراما قدر شنو يا دكتور؟ انت حاضر الزمن ده. وازع. طيب نحن حنيجي نواصل في النقاط دي كلها بس عندنا محطة يا دكتور. نعم. عندنا محطة بس حنمشي نشوفه ونرجع يعني نشوفه مع بعض. طيب ده مشهد من مسلسل الدهباية، واحد من الأعمال الدرامية المميزة من بطولتك طبعا. فده كان في فترة الدراما كانت بتعيش في عهدي يمكن يكون جميل. والله في التسعينات. نعم. التسعينات في كان انتعاشة. نعم. للأمانة درامية وعدد كثير من المسلسلات الآن أسي هي اللي بتتعدي هي أنتجت في فترة التسعينات، يعني الغول، دكين، سكة خطر. نعم. بتاع أبو سنيدة وهج الشفق، لكن من 2002 ما في تاني مسلسل كبير انتجوا التلفزيون القومي او انتجوا هناك. بقت بعد ذاك بعض الافلام وبرضه مبادرات، يعني هي زي ومضه كده حاجه تاريخيه غدريه انه ظهرت في الفتره دي، وبعد ذاك ثاني انطفى ولحد الان الانطفاء شغال، لكن الفنانين مظلومين. نتكلم عن احنا بالتحديد المغنيين والموسيقيين قد يطلعوا حفلات مناسبات، الدراما عشان تصنع هي صعبه، بروفات ومجهود ومصاريف وتفاصيل كثيره جدا 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 جدا. المساله دي هسه في موات بالنسبه للنشاط الدرامي في السودان الا بعض المبادرات هنا وهناك. انا ما دار نقول نحول المساله لسياسه وحكومه، لكن نتكلم عن انه في الوعي بتاع تخطيط البرامج لكل القنوات مفترض يكون في مساحه للدراما، لانه هي عندها رسائل وعندها برضه بتنوع بتجذب يعني. نعم صحيح. كويس. لكن هسي نقول مساحتها قليله، نعمل انه في قناه البلد. انا والله قناه البلد دي المره الثالثه. نعم. انا اكون ضيف فيها وسعيد بالضياف فيها رغم كلامك الحار ده. يعني بقول كلامي ما بغيسه، لكن دي المره الثالثه والله وانا سعيد بالحاجه دي، لكن دارين برضو نشوف انه برضو تهتم برضو القناه وهي تكملت عام الجميل ده، وفي فترته الجايه على الاقل انا قبل لقيت السيد الدكتور وتكلم معاه قال لي يا اخي دارين دراما فواصل فاي كده واتفقنا على شكل زي ده يعني. جميل. دي شراكه ذكيه ونامل لنا يعني نشوفها على ارض الواقع. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني الدكتور الطيب قسم السيد بوصفك خبير اعلامي واذاعي كبير جدا، يعني قناه البلد، ونحن اليوم بنتكلم عن عام كامل. أبني على الكلام الجميل اللي قاله الدكتور عن الدهبائي كمسلسل اذاعي. نعم. تم تحويله الى مسلسل مرئي في التلفزيون في مطلع التسعينات. وداير اقول برضو انه الدراما دي برضها من الفنون الاذاعيه. نعم. اللي حققت نجاحات كبيره جدا في مهرجانات عربيه ثقافيه، وده ما تحقق الا لاعتماد المنتوج المقدم على محليتنا وثقافتنا. انا عايز اقول لقناه البلد ونحن الان بنرفع شعار بلد يسع الجميع، عايزين كاميرا برضو تصل الجميع. نعم. في كل أنحاء البلاد تنقول لنا هذا التعدد الإثني والاجتماعي والمناخي والبيئي واللي شكل لنا ثقافات متنوعة، لأنه ده اللي بيدهش لنا الآخر. نعم. إذا دارين نصل للعالمية يا دكتور علينا بالرجوع
الى البلد. محليتنا. يعني احنا ننتج الاخر بما عندنا وليس بما عنده. صحيح. لما نحاكيه ما بنقدر نعمل العمله، لكن لما نقدم له ما عندنا من ثقافه ومن فنون، وحتى في العمل الابداعي الاذاعي ده لازم يكون عندنا خطنا. نحن في فتره من الفترات كان المذيعي السودان اللي مشوا البي بي سي كان بيشكلوا مدرسه خاصه في مدرسه البي بي سي. صحيح. صحيح. يعني النشر اللي بيقراه ايوب صديق ما قراها زول. نعم. اسماعيل طه كان بيلقب بعمده البي بي سي لانه بيقدم الحوار السياسي والحوار الرياضي والبرنامج الرياضي والبرنامج الثقافي ويقرا الاخبار على احسن ما يكون. نحن شعب مبدع مرهف، لا بد ان نراعي في اختيارنا حتى في الجيل الحاضر. الجيل الحاضر نحن لسنا من البكائيين الذين يتحدثون عن العصور الذهبيه، لكن عايزين نقول حتى في جيلنا ده نحن في بعض القنوات وفي بعض المحطات ما احسننا اختيار الانسب لتولي هذه الرساله. لا بد ان نختار المبدعين، لانه نحن في الاصل شعب مبدع والتاريخ يقول بذلك ويثبت ذلك في مجال الغناء في مجال الفنون. الكاشف ذو الامي الكوريون لما جو اندهشوا للالحان اللي وضعها الكاشف وبدوا يوزعوا فيها ويشتغلوها وكلام زي دي. نعم. فطالما نحن شعب مبدع حقه يا دكتور نحسن الاختيار. اكيد. للاجيال التي تتحمل مثل هذه الرسائل، كان في الغناء، كان في الموسيقى، كان في الدراما، كان في الاذاعه، كان في التلفزيون. نعم. نعم. هذه هي قضيتنا. نعم. ودي وصيتي لكم في البلد. أيوه. تفتح الباب. نعم. للجيل ده ما بقول لكم ولا انا من اصحاب الرؤيه اللي بتقول والله هذا العصر ذهبي وهذا عصر غير ذهبي. نحن الان نعيش عصرا ذهبيا، واذا مشينا نفتش على مبدعين في كل المجالات حنلقاهم موجودين. انا عايز البلد تسلك هذا الطريق. بالتاكيد يمكن يكون دكتوره طيب، يعني اكيد كل الظروف اللي بتكون في البيئه حوالينا بتكون مؤثره على الانتاج بمختلف، يعني سواء كان في الدراما في الفن وغيره، لحد ما ربنا يسهلها. لحد ما ربنا يسهلها. نحن دايرين الحاجات دي. خلينا نقول كده. طيب انت كخبير اعلامي وكواحد من مشاهدين قناه البلد، تقييمك للاداء اللي ممكن يكون بيقدم في القناه، شنو الحاجات اللي ممكن تكون محتاجين عليها وقفه، وشنو الحاجات اللي محتاجين انه نواصل فيها لقدام عشان يكون انتاج رائع؟ انا والله بصدق يا دكتور بقول الكلام ده شفافية، ما في زمن يا دكتور المهنية زمن الدست يعجبني الشفافية. عندكم برامج فيها مساحة من الشفافية مطلوبة، بتجيبوا الرأي وبتجيبوا الرأي الآخر وبيدور حوار، يعني أعتقد أنه حوار منتج. ركزوا على هذا النوع من البرامج، تمشوا لنا برا بالله، جيبوا لنا دالينجي، جيبوا لنا هامش كوريب، جيبوا لنا الاشياء دي، خلوا هذه القناه تكون قناه للبلد فعلا. البلد الصغير يعكس البلد. وانتم اخترتوا العنوان ده افتكر اختيار موفق جدا، لكن لابد ان نؤتيه بحقه تماما. يعني اذا كان في وصيه لكم، واعتقد بما اشوفه انا وما اشاهده وما شاهدته الليله حقيقه يا دكتور، احنا قعدنا فتره طويله نازل قعدونا لحد ما خشينا الاستوديو، لكن شكل الحركة بتاعت الناس اللي بتحركوا الشباب. نعم. سلام. لا تعرف المخرج من المنتج من المعيد كلهم دارين الميكروفون. نعم. يكون جاهز، الكاميرا تكون جاهزة، الكنترول يكون. دي سيمة جميلة أنا أشهد لكم بها، وأرجو أن تتطور لصالح إنه هذه القناة تكون قناة البلد. ولو بقيتوا قناة البلد خلاص هذه هي الغاية المطلوبة. والله أنا عندي في زميلتكم بتقدم الأحداث. نعم. وانا قبيل يعني هي سارة الضي. ايوه الاستاذه. نعم. وانا افتكر انه واحده من يعني المحاورات الشجاعات. ايوه. نعم. عندها كاريزما وعندها ثقافه وعندها حضور بهي جدا جدا جدا. انا بتابع مره وبتقلب طبعا، لكن كل مره بلاقيها في برامجي ده، وافتكر انه هي واحدة من المتميزات يعني. نعم. وبتقدم بطريقة جميلة. نعم. وحضور ممثل بهي ده ما نقصد منه. أنا مع الشباب، أنا أستاذ بدرس أساسا. نعم. يجون ناس صغار وخلوا لهم يبقوا كبار ويمشوا كذا تفاصيل زي دي يعني. نعم. نعم. أنا مع أي حركة جديدة، مع أي جديد، لأنه حركة التاريخ بتقول كده، لكن الناس اللي بيكونوا دار يتمترسوا حول شنو تاريخهم وكراسيهم ويجيبوا لهم الناس بنفس لا لا لا،
دي حركه التاريخ وده حركه الوجود وده حركه طبيعيه، لازم تجي اجيال ولازم يكون في يعني تبادل بتاع افكار بين الاجيال وتناقل خبرات ومثقفات ومزاهنات، دي الحركه الطبيعيه، واي زول يعني هو عنده قدر من المعرفه والعلم بيفهم الكلام ده. فانتوا اسي يعني انا افتكر انه تاريخ حقكم الان ولقدام لقدام موفقين ان شاء الله. شكرا. وتاني كل سنه وغناه البلد طيبه وماشيه لقدام بالخيال الجميل بالافكار بالابداع وبالفن يعني. والناس ما تتسجن، تنفتح حول شكرا. العالم عالم جميل، عالم جميل، عالم طيب. جميل جدا دكتورة. طيب يعني نحن في خواتيم المساحة دي معك، شنو المطلوب من الإعلام السوداني كإذاعات ويعني قنوات تلفزيونية عشان تحكس الهوية السودانية؟ سؤال جميل. سؤال جميل. أنا أفتكر إنه يا دكتور المعايير المهنية وحدها لا تكفي. والكلام ده قاعد أقوله أنا في المحاضرات في الجامعات في مراكز التدريب في غيره. أيوة كويس جدا تجيب زول شاطر، كويس جدا تجيب زول متعلم مؤهل، كويس خالص تجيب زول عنده تجربة وعنده احتكاك وكلام زي دي ومطلع دورات وكده، لكن مع المعايير المهنية دي في معايير قيمية يا دكتور لا بد من تمثلها. أول هذه المعايير الهمة، لازم تكون عندنا همة، يعني صاحب الرسالة ده لازم يكون زول ذا همة عالية، لأنه مرات بتكون فيه مقعدات زي الحالة اللي احنا فيها هسه دي، زي الإشكاليات الأخرى اللي ممكن تأثر على همة الزول، همته عالية عشان ما يقعد وبيقعوده تقعد الرسالة. نمرة اثنين التجرد، وده برضو معيار قيمي، لازم نحن كلنا يعني نؤمن انه الماده اللي بنعملها دي هي لوجه الحقيقه ولوجه الله ولوجه ولصالح الجمهور بتاعنا المستمع الانسان والانسانيه. ايوه المعيار القيمي الاخير اللي هو المبادره. نعم. انك تكون في حاله مبادره مستمره، تجدد في فكرتك، تجدد في محتواك، تجدد في الاطار اللي انت بتقدم فيه والرساله بتاعتك. نعم. اذا بقت عندنا هذه المعايير الثلاثه القيميه مع المعايير الأخرى المهنية، نستطيع أن نعمل عمل ممتاز جدا. وأنا والله معول على هذه القناة كثير جدا كثير جدا، وبفتكر أنه هذه الفقرة كانت احتفال حقيقي بهذا اليوم، مرور عام على انطلاق بس هذه القناة. كلمة أو مساحة أخيرة لك طبعا دكتور صالح من قبل بيعمل لي في النظرة بتاع المسألة الدعوية. أيوة. لا 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 اللي احنا والله أنا أقول إضافة لكلام أستاذنا دكتور. أقول إضافة، التدريب مهم. يعني احنا في السودان بنصل مرحلة كده الزول بيصل إنه بقى نجمي تاني ما بيتمرن ما بيتدرب، بيفتكر انه خلاص يعني وصل، وده ده بيبقى بدايه العد التنازلي له. نعم. عشان الناس تتطور ويحصل يعني انا بحب الكلام بتاع سياسه التنميه المستدامه، عشان يحصل تطور طوال يعني باستمرار ويكون في خلق وابتكار وهناي لابد من التدريب المستمر. يعني انتم ذاتكم كل فتره فترتين تمشوا يحصل لكم يعني ريفريش يعني كده. يعني ذاته بيعود بطاقه جديده بافكار جديده، يغير البيئة اللي هو فيها، بيكتشف عوالم جديدة كده. الحاجة الثانية والله نحن برضو الشغلانة بتاعت المعرفة دي مهمة جدا، دراية والثقافة. يعني كثير من الناس أنا مشروع الإعلامي أو المذيع أو ده ما خلاص زمان كان مذيع، المذيع الآن بقى هو الإعلام الشامل، هو اللي بيعد المادة، هو اللي بيبحث، هو كده وكده، وفي الإذاعات هو اللي بيخرج ذاته وينفذها وبيسها على الهواء وتفاصيل زي دي. يعني الآن احنا محتاجين لأنه كده نطور قدراتنا ويكون في القناة دي يكون في تدريب، يعني يكون في إدارة بتاع التدريب لمختلف القطاعات والتخصصات، وافتكر انه كده الناس حيستمروا بنفس طويل وحيكون في ابداع شديد. مع انه هسه القناه مع متابعتي لها وملاحظتي انه هي من اكثر القنوات المشاهده ومتابعه،
صحيح. فعشان ده ما ينقطع لابد ان يكون ناس واصلوا نفس الروح. نعم. في تطور. وشكرا نعم. جميلا نعم. حبا جزيلا للاستضافه الجميله يعني. شكرا شكرا لك جدا، كانت مساحه جميله جدا. تسنيم يمكن نكون اليوم متنقلين ما بين المع نجوم الدراما والمع حقيقي. انا محتفيه جدا وحاسه انه الاحتفال بقى احتفالين لما نحن قعدنا مع كوكب نيره من الاساتذه الكرام بتأكيد. يعني طيب قسم السيد وصالح عبد القادر اسماء كبيره جدا كده حلو. طيب قسم السيد وصالح عبد القادر انا شلت الكلفه وشلت الالغاف يعني اساسه اعلامي نعم، لكن حقيقي احنا محتفين بكم والاحتفال بقى احتفالين بوجودكم. يا سلام عليك، الله يديكم العافيه. شكرا، نورتونا. احنا شاكرين ومقدرين. الله يديك العافيه. نحن قد متواصلين. ايوه، نهايه فقره وكمان لسه السهره مستمره مع ضيوف مميزين، وكمان لسه قناة البلد اليوم بتزين شاشة قناة البلد بألمع نجوم المجتمع. بس فاصل ونرجع مع صلاح بن البادية.